ضربة مباغتة تعرضت لها الفصائل المسلحة الموجودة في العراق يوم أمس، وعلامات استفهام وتعجب كبيرة جدا حول ما جرى يوم أمس، بسبب أنه ليس هنالك أي تبني لهذه العملية. وما نتحدث عنه هنا هو ما جرى وما نقلته إحدى قنوات التليجرام التي هي تعتبر مقربة إلى الفصائل الموالية لإيران، ألا وهي صابرين نيوز، التي نشرت هذا الفيديو لطائرة مسيرة تم تحطيمها بهذا الشكل في الداخل العراقي. هنالك ثلاثة علامات ممكن من خلالها أن نستطيع أن نصل إلى طبيعة الطائرة المسيرة التي سقطت بهذا الاتجاه. ودعونا الآن نركز على هذه المروحة التي ترونها أمامكم هنا، هي تأتي باللون الأبيض، وواضح بأن بداية ومقدمة هذه المروحة هي تأتي باللون الأصفر، وهي متطابقة تماما مع إحدى أهم الطائرات المعروفة على مستوى العالم وعلى المستوى الإيراني بشكل خاص. وهذه المروحة كما نلاحظ هي متطابقة تماما مع هذه المروحة التي نراها، وهذه طبعا كما هو واضح هذا الرجل هو واضح بأنه مختص في الطائرات المسيرة وهو إيراني، وبالتالي نتحدث هنا عن طائرة مسيرة إيرانية. وهذه الطائرة المسيرة التي ترونها أمامكم من خلال تطابق المروحة بين الطائرة التي سقطت في العراق وكذلك بين هذه الطائرة، نتحدث هنا عن مهاجر 6، هي الطائرة المعروفة ومن أهم الطائرات بالنسبة للإيرانيين. وهذه ليست النقطة الوحيدة التي تطابقت من طبيعة الطائرة التي سقطت أو هذه الطائرة، بل أن هنالك أيضا إشارتين مهمتين دعونا نلقي نظرة عليها إذا ما استمرينا في عملية تشغيل هذا الفيديو الذي نشر بهذا الشكل من الحطام. كانت هنالك علامة أخرى مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها، ألا وهي هذا المحرك وهو روتاكس إنجن، وهو من صناعة نمساوية ويستخدم في طائرات مهاجر 6 منذ عملية إنشاء هذه الطائرات وحتى يومنا هذا. وهذه إشارة أخرى وتأكيد آخر بأننا واضح جدا أمام طائرة مهاجر 6 بشكل مباشر. ودعونا أيضا نستمر في هذا الفيديو لنلاحظ أيضا هنالك علامة ثالثة أخرى وأخيرة التي تؤكد ما نتحدث عنه، ألا وهي هذه العجلة التي تهبط بها الطائرة المسيرة. واضح من خلال هذه الانحناء البسيطة لهذه الطائرة من ناحية الديزاين والشكل الخاص بها مع الإطار، سنلاحظ تماما إذا ما عدنا إلى الطائرة التي نتحدث عنها ألا وهي مهاجر 6، سنلاحظ بأن هذا الإطار الذي نتحدث عنه بنفس الانحناء بنفس الشكل. دعونا نقترب منه، سنلاحظ بأننا فعلا أمام ثلاثة علامات تؤكد بأن هذه الطائرة هي طائرة مهاجر 6 التي سقطت في العراق بهذا الشكل الذي رأيناه بشكل كبير، وأنها تعرضت إلى تهشم كبير بالنسبة لهذه الطائرة. هذه الطائرة المثير بالموضوع بأنها ظهرت في واحد من أهم الاستعراضات التي جرت بالنسبة للحشد الشعبي في معسكر أشرف، ظهرت هذه الطائرة مباشرة بهذا الشكل وهي طائرة مهاجر 6. ودعونا نأخذ هذه اللقطة من استعراض الحشد الشعبي من جهة أخرى لهذه الطائرة لكي نتأكد من المروحة التي رأيناها ونظرنا إليها ودققنا فيها. هذه هي المروحة، وواضح جدا من خلال الشيب والشكل هي نفس الألوان ونفس الطريقة، وبالتالي الحشد الشعبي هو يمتلك هذه الطائرة التي نتحدث عنها. وهذه الطائرة اهتمت بها الناشونال انترست الأمريكية كثيرا في عام 2020 عند انتشارها ووضوحها بالنسبة للعالم بأكمله. هي ظهرت حتى منذ عام 2017 كان هنالك انتاجا لهذه الطائرة في الداخل الإيراني، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية انتبهت إليها وتحدثت عن طبيعة الميزات التي تتمتع بها هذه الطائرة. وكذلك إذا ما ألقينا نظرة سريعة إلى هذه الطائرة وإمكانياتها بالنسبة لمهاجر 6 التي نتحدث عنها، طبعا سنلاحظ بأن هذه الطائرة هي طائرة تقوم بعمليات الرصد والتعقب، وهي طائرة قاصفة. هذه المروحة التي نتحدث عنها التي تدور بهذا الشكل هي تستطيع حمل قنابل ذكية للغاية، والرؤية تبدو بهذا الشكل بالنسبة إليها، وهي تضرب بهذا الشكل كما تلاحظون صاروخين هدفين في نفس الوقت، وبالتالي هي لديها الإمكانية في الضربات الأرضية. هي تستطيع الطيران على مسافة 200 كيلومتر وعلى سرعة 200 كيلومتر وعلى ارتفاع 18,000 قدم. ولذلك هذه الطائرة لديها
لديها تأثيراتها الكافية ولديها إمكانيات عالية جدا في المناطق التي تتواجد فيها. أين سقطت هذه الطائرة وأين يأتي هذا الفيديو؟ هنالك وسائل إعلام كثيرة تحدثت بشكل مؤكد بأن سقوط هذه الطائرة هو جاء في محافظة صلاح الدين وتحديدا إلى شمال تكريت. هذه هي تكريت وهذه هي منطقة اسمها منطقة المحزم وهذه هي قاعدة سبايكر التي ترونها. طبعا منطقة المحزم تبعد إلى شمال تكريت تقريبا 14 كيلومترا، والنقطة التي سقطت فيها هذه الطائرة المسيرة بحسب العديد من المصادر المحلية التي تحدثت عن هذا الموضوع هي تأتي بين قاعدة سبايكر وبين منطقة المحزم. هذه المسافة تأتي على تقريبا 6.9 كيلومتر، وبالتالي الطائرة سقطت في هذه النقطة. الادعاءات التي جاءت من قبل هذه المواقع مثل موقع التليجرام الذي عرضناه تحدثت بأن كانت هنالك ضربة أمريكية تعرضت لها هذه الطائرة المسيرة، أن الطيران الأمريكي هو الذي استهدف هذه الطائرة. المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا عندما نتحدث عن التحالف الدولي لم يصرحوا، الحشد الشعبي لم يصرح، خلية الإعلام الأمني لم تصرح، والأمور غامضة للغاية فيما جرى. ولكن هنالك عدد من المؤشرات التي قد تؤكد بأننا فعلا كنا أمام ضربة أمريكية تجاه هذه الطائرة المسيرة. إلى ما ذهبنا إلى الفلايت رادار 24 في الساعة 4 عصرا ظهرت هذه الطائرة باللون الأحمر التي ترونها بهذا الشكل، واضح جدا بأنها كانت تطير على مستويات، على مستوى بيجي، على مستوى تكريت، في هذا الخط وفي هذا المسار الذي ترونه. وهذه الطائرة هي طائرة أمريكية تقوم بعملية تزويد الوقود للطائرات أو الإرضاع الجوي كما يحلو للعسكريين أن يقولوا ذلك. فبالتالي هذه الطائرة هي كانت تحوم في الساعة 4 عصرا تقريبا، وهذه الطائرة هي KC-10 Extender، هي التي كانت تطير في نفس اليوم الذي استهدفت فيه الطائرة المسيرة ألا وهو يوم أمس. كذلك لوحظ في الساعة تقريبا 12:30 ظهرا بأن هنالك أيضا تحرك لطائرة مهمة جدا أمريكية أيضا تقوم بعمليات الإرضاع الجوي ألا وهي هذه الطائرة الحمراء التي تلاحظونها تطير بمسارات كبيرة جدا، وهذه الطائرة هي KC-135 Star Tanker التي أيضا تقوم بعمليات الإرضاع الجوي. وجود هاتين الطائرتين التي أشرت لهما الآن هو يعني بشكل واضح بأن هنالك طائرات مقاتلة تطير بجانب هذه الطائرات. وجود هذه الطائرة يعني بكل تأكيد أن هنالك طائرات مقاتلة تطير، وهي تأتي في نفس اليوم يوم أمس في استهداف هذه الطائرة المسيرة. والمصادر الخاصة التي نمتلكها والتي تحصلنا عليها وهي مصادر دقيقة للغاية وسنعرضها هنا لأول مرة في برنامج رأس السطر تؤكد بأن الضربة كانت قد تمت بطائرة F-16 أمريكية تابعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي ضربت هذه الطائرة المسيرة الإيرانية. ليس واضحا لحد هذه اللحظة ما هي الأسباب التي أدت بالأمريكيين بأن يستهدفوا هذه الطائرة المسيرة، ولكن هذا ما هو مؤكد من المصادر الخاصة التي تحصلنا عليها. هذه النقطة وهذا الأمر الذي نتحدث عنه هو أيضا يجب أن ننتبه أن هذه المنطقة وهذا الأكشن الذي تم في هذه المنطقة أنه ليس فقط بين الطائرات المسيرة وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لا أبدا، بل أن أيضا المشكلة أن هذه المنطقة هي محتقنة بأن تنظيم داعش الإرهابي ليس بالبعيد من هذه النقاط التي نتحدث عنها. المنطقة ليست في وضع مريح أبدا. وإذا ما عدنا على سبيل المثال بسرعة كبيرة جدا وتوجهنا إلى ما نشره الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة السيد يحيى رسول، نشر هذا الفيديو قبل 72 ساعة لاستهداف الدواعش بهذا الشكل في هذه المنطقة ألا وهي تعتبر منطقة مهمة جدا من ضمن عمليات ديالة التي نراها. إذا ما ركزنا على هذه الأرقام الموجودة بهذا الاتجاه فالإحداثيات واضحة من هذا الفيديو، وهو الذي مكننا تماما من الوصول كما نلاحظ إلى الإحداثيات هنا، مكننا من الوصول إلى النقطة التي تم استهدافها. هذه هي الإحداثيات التي تحدثنا عنها من هذه النقطة، وبالتالي إذا حاولنا أن نذهب إلى القمر الصناعي من هذه الإحداثيات بشكل مباشر سنلاحظ بأننا بالقرب من نهر العظيم هنا بهذا الاتجاه، وأن النقطة تقريبا جاءت بهذا الاتجاه من استهداف صقور القوات وقوات الجو العراقية وسلاح الجو العراقي لتنظيم داعش الإرهابي ولمخابئ داعش الموجودة في هذه النقطة. إنهم استهدفوهم طبعا
ثأرا للشهداء في هذه المنطقة المهمة. ولكن النقطة الأساسية في هذا الموضوع، إذا ما دققنا بين هذه النقطة والنقطة التي سقطت فيها الطائرة المسيرة، أو على الأقل المنطقة بأكملها، تكريت تحديدا، هذه هي المنطقة التي استهدفت فيها القوات العراقية بشكل واضح تنظيم داعش الإرهابي، وهذه هي المنطقة التي تحدثنا عنها والتي سقطت فيها الطائرة المسيرة. المسافة تقريبا تأتي على مستوى 92 كيلومترا، ليست بالبعيدة، داعش ليس بالبعيد، خطير للغاية. كذلك إذا ما تحدثنا عن الطارمية، هو موجود، وبالتالي المواقع لا زالت في احتقان كبير للغاية بالنسبة لهذه المواقع التي نتحدث عنها. وبالعودة إلى هذه الطائرة المسيرة التي تحدثنا عنها، هذه الطائرة هي منتشرة الآن بشكل كبير، هي ليست موجودة الآن في العراق، لا أبدا، بل إن هذه الطائرة مهاجر 6 هي موجودة أيضا، ولوحظت في عام 2019 موجودة في حماة في سوريا في الداخل السوري، ظهرت بهذا الشكل. إذا ما حاولنا أن نقترب من هذه النقطة فسنلاحظ بأن هذه الطائرة مهاجر 6 كانت موجودة أيضا في سوريا في عام 2019، تقود الكثير من عمليات الرصد والقصف وغيرها من هذه التفاصيل. أيضا أن هذه الطائرة ظهرت أيضا في فنزويلا بجانب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بهذا الشكل، صورت هذه الطائرة مهاجر 6 الإيرانية وصلت إلى فنزويلا. بل أيضا صدق أو لا تصدق بأن هذه الطائرة أيضا لوحظت بالأقمار الصناعية من قبل شركة بلانت التي تلاحظونها هنا، وفي هذا التاريخ ألا وهو نهاية العام الماضي، لاحظوا بالأقمار الصناعية في أثيوبيا بأن هذه الطائرة مهاجر 6 أيضا موجودة كما قربوا بهذا الشكل من خلال التحليلات التي توصلوا إليها. بالتالي الطائرات المسيرة هي أصبحت في كل مكان وأصبحت خطيرة للغاية، وهذا يوضح القلق الكبير الذي تأتي منه على مستوى إسرائيل، على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، من هذه التهديدات المستمرة. ولكن انتشار ملحوظ لهذه الطائرة. وأيضا يجب أن نشير بأن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أعلنت يوم أمس مناورات هي الأكبر على الإطلاق في البحرين بمشاركة العديد من الدول. بهذا الشكل تم الإعلان، وهذه التدريبات هي تأتي واحدة منها لمواجهة العديد من التهديدات التي يتعرضون لها، وواحدة منها هي هجمات الطائرات المسيرة التي اعترضت وتعرضت للعديد من السفن الخاصة الموجودة في البحار وغيرها. وعلى هذا الأساس نحن أمام تحدي كبير، غموض كبير مما جرى يوم أمس في الداخل العراقي، وتظل علامات الاستفهام لماذا لم يعلن أحدا المسؤولية.